يعني ما في أجمل من هاي البادرة. أول شيء بادرة إنسانية عظيمة، وأنا بتمنى أني أقدر أندر حياتي وكل عملي وجهدي لخدمة الأطفال حول العالم، فما بالك إذا أطفال بلدي اللي هن بحاجة ماسة. وبهي المبادرة من المركز، مركز الملك سلمان، يعني شيء يفرح القلب، يثلش القلب. بادرة إنسانية عظيمة، العدد كتير كبير، الطاقات المبذولة، بعدين التعامل مع الأطفال شيء أنا والله العظيم بكيت. شفتك تأثرت هون. ما قدرت أول مرة وتاني مرة ما قدرت، هلأ شوي شوي تعودت وصرت عم بحكي مع الأولاد وأخذ وأعطي معهم. بس شيء يفرح القلب فعلا، وأتمنى أنه تمتد، لأنه على ما يبدو هاي البادرة الإنسانية بتبلش صغيرة وبتكبر. أنا صحيح على كبرها بشوفها ممكن تكبر أكثر وأكثر، تمتد لغير أنواع من الأمراض، لغير أنواع من الحاجات. في كتير ناس بحاجة، تركيب الأطراف الصناعية، الجروح، الحروق، أمراض القلبية، السرطانات إلى ما هنالك، العيون مثلا، الناس المتضررين كتيرة وأولاد الخير كتار. فشكرا جزيلا لكل من قام بإنقاذ طفل، بإنقاذ سمع، بإنقاذ طرف مبتور. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لك كمان. لا بالعكس، أنا ما عملت غير يعني أقل من واجبي. هدول الأطفال إجوا من سوريا. نعم. شو بتحب تقول للأطفال بسوريا اللي لساهم، والأطفال اللي بدهم يطلعوا؟ نحن موعدين ممكن يطلع ما يقارب 800 طفل، يعني 800 عيلة. نعم. شو بتحب تقول للأطفال الموجودين بسوريا؟ بدي أقول لهم أنه قد ما ضاقت فينا الحياة وقد ما صعبت الحياة، دائما في بارقة أمل. بارقة الأمل هي بتجي من الناس اللي قلبها على غيرها، وعندها نوايا طيبة، وعندها نوايا حسنة، وعندها تصميم لتغيير هذا المجتمع نحو الأفضل. فخلوا عنا أمل. أنا مريت بضائقة. نعرف القصة، قصة ملهمة جدا. نعم نعم، وكافحت وكذا، بس دائما دائما هذا البصيص الأمل دائما خلينا نآمن فيه وما نفقده نهائيا. بيقولوا الإنسان اللي ما عنده أمل مات، لذلك نحن بدنا نقاوم هذا الشيء. هذا الأمل بتعتقد أنه يجمعك مع هدول الأطفال بسوريا؟ إن شاء الله قريبا إن شاء الله. عندك هذا الأمل أنك ترجع لسوريا؟ نعم نعم أكيد، بلدنا هاي بلدنا. ما رحنا وقت ما تغربنا، والله إذا بتغرب 100 سنة بلدي وناسي وأهلي وريحة مدينتي وشعبي. بتمنى ألتقي بكل إنسان اجتمعت فيه وادخل على كل بيت صورت معه، صورت عنده وأهلي، ارجع شوف أهلي وسلم عليهم وناكل ونضحك. في أحلى من الأهل، في أحلى من البلد، ما في. يعطيكم ألف عافية، تحياتي لك. أنا ماني عم بحسن قاطعك لأنه مبسوط جدا بالحديث. هذه أنا برفع راسي فيك مثل مئات الألوف والملايين السوريين. أنا هاي شهادة بتأسف فيها يا جماعة والله العظيم. الله يخليك يا الله يسلمك.